المناطق التي تحتاج إلى الدعم حتى يتم هناك التكامل من خلال التنوع. وبحلول عام 2025 فإن المؤسسات المالية يجب أن تقوم بمحو السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها، وهذا يجب أن يكون هناك أيضا تقييم للمخاطر، ونحتاج أن يكون هناك ترقية للإجراءات الخاصة بالتكيف والتخفيف، وهذا من خلال إجراءات ثلاثة أهمية نتبناها. الأول مرتبط بالدور الذي الأمر الخاص بهذه المناطق، وهناك العديد من المشروعات، ومؤخرا وبشكل أكثر شمولا في التعامل مع هذه القضايا في باربيفوس، وهذا لدينا مؤشر أداء رئيسي، لدينا مؤشرات أداء رئيسية نتعامل معها للإقلال ولتخفيف المخاطر، ولدينا العديد من الجهات التي تترقى هذا الأمر، وهذا جيل جديد يعمل على تشجيع الدول على تبني تلك المبادرات، ونتمنى أن يكون هناك آثار إيجابية من دول الشرق الأوسط في هذا الإقليم للقيام بهذا. بالإضافة إلى العمل الجيد، فإننا سنحتاج لأن نرى المزيد من العمل في هذا الشأن. والأمر الثاني هو العمل في الغابات والتنوع البيولوجي، ومن خلال القيادة الجيدة من خلال الوزير لي وايت وزير المناخ والبيئة من الجابون، وفي هذا ومنذ 4 أيام كان هناك تقدير كبير لهذا العمل الذي يتم القيام به، والمشاركة الخاصة بأربعة من رؤساء الدول في أفريقيا لإطلاق سوق رصيد الكربون مع مبادئ مرتبطة بالعمل في سوق رصيد الكربون والعمل في الغابات والتنوع البيولوجي، وكذلك تعظيم إجراءات التخفيف والتكيف، والتي تتم من خلال الهيئة التنظيمية المالية في مصر وزميلي من أفريقيا بقوله. الأمر الثالث هو، وبينما نقوم بذلك ومع التأكيد على أفريقيا وقد يكون أبعد من ذلك، لأن جي فانز وتمويل جلاسكو والتحالف الخاص بصفر انبعاثات يتعامل مع الأمر بجدية شديدة، وهذا الأمر الذي يجب أن نلتزم به وأن يتماشى مع المعايير الخاصة، وأن يكون هناك مكاشفة للعمل في هذه المنطقة مع تشجيع العمل في جي فانز، ونحن نعمل بشكل لصيح مع جي فانز في آسيا، وحتى يكون هناك جهة جي فانز في أمريكا اللاتينية، وأن يكون هناك منصة ترتبط بالعمل الخاص بالمناخ، وكذلك تحقيق صفر انبعاثات.